إذا دخلت الحرم أجد مشقة أحيانا في الطواف، هل أصلي ركعتي تحية المسجد وأجلس؟ إذا كنت لست محرما لا بحج ولا عمرة ودخلت المسجد الحرام، فإن كنت قادما من سفر فالأفضل أنك تطوف، لأن تحية المسجد الحرام الطواف للقادم من سفر. أما إذا كنت في مكة، مقيم في مكة، دخلت المسجد الحرام فإنك تصلي ركعتين وتجلس، وليس بلازم أنك تطوف. نعم.